الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه المنطقة بالذات يوجد جبل كما يقولون سيدي معروف، جبل مليء بالحديد، كمية هائلة منه، كلها حديد في حديد، يعني لا داعي لأن تدوب ولا تنقي ولا الحديد هنا كما ترون حاول هيك. والمنجم هاو هناك هك هك، ومش غير الحديد بل معادن أخرى، معادن أخرى الله أعلم ما هذه المعادن. هنا في هذا المكان فرنسا استخرجت كمية هائلة وبنت لوتوريفال، لوتوريفال اللي في باريس، هذاك اللي طلع جهة القمر، هذا كراه مبني هنا من الجبل تاع سيدي معروف. سيدي معروف كان يسميها لاكار، لاكار دو تران، يروح منا ويهبط لي فاغون، عربات حديدية، ويهبط عبر أسلاك إلى معروف، ومن ثم ياخدوه إلى فرنسا. وحيثما قلت لكم الكلمه هذيك اللي قبيل، باللي هناك معادن لا يعلمها الا الله، نقصد نوع ما الذهب. لماذا؟ درك نقول لكم علاش. اليهود كي يحطوا معبد يهودي تاعهم هنا بالداس، عليه اليهود على بالك يشموا ريحه الذهب، عندهم حاسة سادسة يشموا بها ريحة الذهب. هذا هو المعبد اليهودي سانتر بيير تيكي، هنا سانتر بيير تيكي، هاي النجمة السداسية من الهين، هاي النجمة السداسية من الهين. وباه تتأكدوا يعني بما لا يذع مجالا للشك، ندخلوا للمعبد اليهودي اللي فرسوه العربان، لان احنا جنس مفسد في الارض الا من رحم ربك. على كل حال ما نجملش، خاطر هاو قدامكم الجبل محروق من هنا، تشوفوا في الفتحه نتاع الباب تشوفوا الجبل محروق، حرقوه. درك نحسبوا يا جماعه عدد النوافذ، النافذة الأولى، النافذة الثانية، النافذة الثالثة، هذا باب مش نافذة، هاو النافذة كيف تكون وهاو الباب كيف يكون. إذا الثالثة، هاي النافذة الرابعة، هاي النافذة الخامسة، هاي النافذة السادسة، سداسية. هنا كانوا يتعبدوا اليهود، وعينهم على سفح الجبل، وعينهم على سفح الجبل. هاو المكان مخدوم هناك، هاو هيك، هنا توجد أحجار من نوعية نادرة جدا. حاليا نراه مكان لرعي الأغنام والأبقار والماعز، بقى حتى واحد يجي هنا، بدليل انني راني هنا وحدي، كاين باب هنايا تشوفوا فيها، هاي الباب، نقدموا شويه جماعه نصوروا مناظر اخرى من نامس. على كل حال قصت العلو لقيتو
901 متر، 901 متر. هذيك المنطقة اللي هي اللي راني نصور فيها درك اسميها أيس، هي كلمة قبائلية أو بربرية أو زي ما تحبوا تقولوا نتوما. أيس معنتها الهضبة المائلة، هاي الهضبة المائلة. وهنا يشعلوا النار بزاف، هنا كاين الفساد لدرجة ما تقدرش تصورها، عم يحرقوا كل يوم برسك. نزير البارح كي كانوا يحرقوا ونزلت بعض الأمطار والحمد لله طفاتها، طفاها ربي سبحانه على كل حال. نزيد نصور لكم المنطقة تاع الجبل هذا، ها هو الجبل هذا، ها هو الجبل هنا. كانوا يجيو بكري يتعبدوا هنا حل المعبد، هنا كان يوجد معبد هنا، كانت الناس تعبد في سيدهم معروف. وفي الثمانينات نسفوا هذاك المعبد هذا كل الضريح هذاك، ما لقاو فيه والو، حفروا ما لقاو حتى حاجة، كانوا يعبدوا فيه لا شيء، الشرك بالله. يقول لقمان لبنيه بسم الله الرحمن الرحيم، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ما كاينش ظلم في الدنيا أنك تشرك بالله، لا الله العزيز الحميد العظيم الذي رزقنا وخلقنا في أحسن تقويم أنت تشرك به. تشوف الفوتو هكذا لأن كبرتو برك، حقيقة كي نصغرو شوية تشوفوا بلي الجبل شاهق جدا جدا جدا، إلى علو لا يمكنك تصوره. أمهلكوه هنا برك، راك تشوف مفسدون في الأرض، يفسدون ولا يصلحون، واش دير هنا غلط. هذا مخدوم في سنة 1941، ها هناك نقدم لكم شوية. بالمناسبة يا جماعة ما سمعتوش الصوت نتاع السردوك، صياح السردوك. عادة السردوك يصيح في الفجر برك، تقلبت الأمور. إذا تقبلوا مروري، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. اللي حبنا يديرنا لايك، اللي ما عجبوش الفيديو يوضح لنا فقط، انا مستعدين نتقبلوا اراء الكل. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.